محمد الشناوي النهارده حارس الاهلي انتظم في التدريبات الجماعيه، ويعني شكله كده بشكل كبير خلاص الاصابه بدات يعني يبقى في شفاء من الاصابه. كان عنده مزق في العضله الخلفيه. محمد الشناوي النهارده اتمرن مع حراس النادي الاهلي ودخل في التدريبات الجماعيه. طبعا الشناوي عايز يلحق ماتش الزمالك والاهلي، مباراه القمه يوم 5 نوفمبر، وعايز يلحق كمان معسكر المنتخب القادم. بس اهم حاجه ان يكون خف بشكل نهائي، يعني يكون الاصابه خفت.